بكم متابعينا متابعين تلفزيون اليوم السابع، معاكم في جولة من على كوبري اكتوبر لنقل احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. طبعا بعد اغلاق الساعة 9 بسبب انتشار فيروس كورونا، بدأ المواطنين بالبحث عن اماكن مفتوحة للتنزه فيها والاحتفال بعيد الفطر المبارك. طبعا مع المنظر الجمالي على كوبري اكتوبر واعتدال حركة واعتدال الطقس، اصبحت فسحة كوبري اكتوبر ملجأ لاغلب المواطنين اللي بيجوا يستمتعوا بالجو الجميل والتقاط الصور. على جانبين الطريق المواطنين بيتنزهوا بيلتقطوا بعض الصور وبيقفوا في المكان هنا. زي ما احنا شايفين المنظر الجمالي لنهر النيل. موجود الأطفال حضراتكم في جولة من أعلى كوبري أكتوبر لنقل احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. شكرا لكم لحسن متابعتنا، تابعونا دايما في جولات جديدة ولايفات جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.